بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم وقد كفروا بما جاءكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في معه إذ قالوا
إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين
الدين وأخرجوكم من ديارِكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن: الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابهم.